الحمد لله وجارة من في خدمتي ما يكون بالمقو يوتر ترفيه وند إلهم فب هم جيجي جواتين فوكن نامو كارجنا تونا بيتنا جوينون برنامج اللي يعرف عن ذاك محمد بابا قال لي جمعنا القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعليل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك أليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اغرموه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناسهون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني إن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا
إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فعدلا جله قال يا بشرى هذا غلام وعصروه بطاعة والله عليم بما يأملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعليل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. njiɗɗon haalde ko geɗe ɗiɗi nde wonnoo ko haalaa ko fofo gasi yo allah yoɓan en seerende ɓe yo allah yob seydoul hadj malick moƴƴere no ceerno ahmad neene jaaji wiini alhaj malick alaa ko fedti giɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam ene wirngal noji haa naati gabri no ruttori e joomii ko eno sasnira eno tuddira hay wittuɓe ndiyam e gam hee fofof fofof han kadi fonno haalede fof haala nde wonno annabi sallallahu alayhi wa sallam ko kanko woni toɓɓere woodeede ko adiinde kaali tan ɗum eɗen njiɗi anndude eɗen njiɗi yettude allah kadi ina wayno alfa amadjel ina wayno ko duwaw makko jaaba sabu dañde mo ina waɗa ɗum ɗum ɗo ko jaabanede duwaw wonaa ko neɗɗo duwi fof jaabe eɗen ñaago allah tabaraka wa taala yo allah binnu balɗe sabu guyi ɗi yo balɗe ɗe jur ɓeydawe bange aduna e bange laahara fof eɗen jiɗi haalde noon holko woni yettude allah nde wonno heeɓe cikkata yettude allah ko jugaade kurs ina wiya alhamdulillahi alhamdulillah kono wonaa ɗum woni yettude allah yettude allah ko terle ma allah rokkima rokkuma ɗe kuusoroɗa ɗum e jamiroje allah
جحب على ركم على جاور على مك الله يمين جودة على ركم على ننجر على مك الله يمين خيلة على ركم على جار على مك الله يمين كل من يتر الله وانا ياد النبي الحمد لله يمد هب تكر في هذه الكرس على يا حبيبي الحمد لله على يتر الله قلت لك حق اللاجي الله ركين في بطن دم إمي جاد منغو الله نبون نغل يعد الله نند تقوي هودك ميجي منغو الله حتم وانبيد التفكر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة يا الله ركين حق اللاجي نقول حق اللاجي ميجي تقول دي الله جويسي دي الله mbaalen naftoraade ngurdam meeɗen nde wonno ngurdam ko seeɗa e aduna noon ɓe mbi ko sa jogii barnum ma sa dartima warma ndeke noon dogde barmi ne ɓuri dartade waɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko woni toɓɓere woodeede ɗum woni enen fof gooto fof yehii to ceerno waɗan ɗum baa baa o ko baaul baqai wa aliful wahdaniyat الباء البقاء ألف الوحدانية باء البقاء ونتقدر إن فين جهر من الباء كنا نند ونوك وود جنك الله هل كنت مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم رومان العناصر عناصر جلت بيندي كي باء البقاء كي باء فباء البقاء ألف الوحدانية ko allah tan woodi kadi ko allah tan haali ko kaalɗo e kaalanaaɗo haali ko allah homo haalana annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum tan waɗi ko heddi ko waɗani nde wonno e ɗum luggiɗi woodeede ko niɓɓere fof ko niɓɓere holko nuurɗin ɗum ruhurul haqqi subhanahu wa taala الله نور السماوات والأرض مثل نور كمسكة نصبة نصبة إلى آخر وعلق نور منك نور بكوفة لم نكن استمر الجوز سنة وما كان محيدر نور بها فوادى لله سبحانه وتعالى لغني فعن صلى الله عليه وسلم تنوي تقبل وادى وكان تنوي فهو كن نبر وود سانك عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحاج مالك هالي وهالي قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرم دي الوجه كنا نوم وهالي ها نقول عن تلوري كما جو هالي من دوجون نقول عن تلوري تيما زبريل تيما غالو هراء وغقدمه ها وتم ها وريت خديجة هذا ورقة بنت ابن نوفل قام كبير كبير بعد ما كتبوني كان خديجة بنت خويلد كان يقول من السبب ها النبي صلى الله عليه وسلم هو كان خديجة بنت خويلد وتم بيع النبي صلى الله عليه وسلم رسمه سبب ورقة ابن نوفل ويجي النبي صلى الله عليه وسلم وصفني خديجة وهي خديجة بنت خويلد قالوا من النبي آخر الزمان دونك جيل كل من القرآن ما جيل زبريل غطاني النبي صلى الله عليه وسلم ونيوم بني لهم ونيوم بني لهم خديجة بنت خويلد خديجة تورى سامة والبدين سيرين من والبدين ما ينقص جود كيول ون خديجة كيوم فتني أوان سافر جيوان أوفو هجاز ديوان مكة فو خديجة بنت خويلد فدي كان كان يقول هذا جودي كان
إن جندا من خياف قد سرى هدى قلبي من خيال قد سرى وسقاني قد جفا طيف الكرى قلت أين مني أين منه من اللقاء سنقال أين موت أين ميسي من اللقاء سنقال سيدي أحمد سيدا وموت من اللقاء سنقال شيخ الخليفة يبرم جامونه من اللقاء سنقال برم بونيكال برم جامونه من اللقاء شيخ الخليفة حاجي منصور من اللقاء من اللقاء الدنيا حاجي منصور حاجي حاتم من اللقاء من اللقاء سنقال حاجي حاتم سيدي جميل من اللقاء من اللقاء سنقال سيدي جميل سخن أمه من اللقاء من اللقاء هذا قلبي من خيال قد سرى وصفاني قد جفا طيف القرى مولى طاب اصلا فاق فضلا جهرته بين جهرته مولى ما خفى بل ما خفى من في الثرى هجا قلبي من خيال قد سرى وصفاني قد جفا طيف القرى وين كيمياء أهل الدهر هاكم وين هاكم وين هاكم بدر دجا ليل هرى هجا قلبي من خيال قصرى قرقي قصرى وصفاني قد جفا طيف القرى وين هاكم من عذب ماء سائغ من مولى وفرات فيه ريم ما سرى هجا قلبي من خيال قد سرى قرقي قد سرى وصفاني قد جفا طيف القرى وين ساعدوني من سعيد تسعدوا وين تسعدوا فعداكم ضر من فيكم ترى فجاء قلبي من خيال قد سرى قلبي قد سرى وصفاني قد جفا طيف القرى من سلبك مع سلامة على من خير رسل من سعى فوق الهرى صلي ربي مع سلامة على خير رسل من سعى فوق الهرى من آلهم مع سحبهم أنجمنا بين أنجمنا من يا أهل الصوم من دين كرم للورى صلي ربي